أنا ساكن على شط البحر إلي 69 سنة. دورنا محلها هي البحر اللي قدم علينا. لقينا وإحنا أولاد صغار نلعب كورة، ملعب كورة كان عندنا. سنة بعد سنة صار البحر يقرب علينا شوي شوي. إحنا هالوقت بطلنا نشوف الرمل، بطلنا نشوف البحر في الليل لما بكبر. إحنا منظلنا قاعدين من نامش في الليل منخاف من البحر. كنا في العشر سنوات الأخيرة هذه في إزاحة فصول، إزاحة صار عندنا فرق شهر ونص زمني بين الزراعة. تأخر يعني، كنا بنزرع القمح من شهر 10 اليوم 21 نوفمبر ما احنا ما زرعنا. هذا بأثر على الإنتاجية على فكرة، يعني بأثر على إنتاج القمح. احنا في قطاع غزة بشكل عام بنعاني من ملوحة المي. فاحنا المطر لما بينزل بيشطف الملوحة من التربة. احنا كمنطقة حدودية بأثر على رش المبيدات. فرش المبيدات يعني احنا برمجنا كيف احنا نشتغل، نشتغل على الزراعة المغطاة حتى نغطيها نحميها من المبيدات من الرش والشغلات هذه. تكلفة عالية يعني، هذا يعني احنا كل المزارعين مدونين بسبب التكلفة العالية هذه. احنا ما فكرت في بنك البذور لأن بتتحمل الجفاف، بتتحمل الجفاف وبتقاوم الآفات. الحمد لله جمعنا بذور، عندنا الآن 32 نوع من البذور البلدية. قبل 20 سنة كان صيد حلو، تيجي المركب من أوله لآخر كله سمك بوكس. كل سنة عن سنة، كل سنة عن سنة تقل تقل تقل، لأنه من قلة إيش؟ الرياح، الأمطار، علو البحر، فيش نواة، فيش عواصف، فيش طيار يغير المي. إحنا بنطلع في البحر بجو حلو، وجو حلو ولطيف وريحة حلوة، بتلاقينا بنسرح طول الليل في البحر، فجأة بنلاقي البحر بيقلب علينا، بنرخي الشبك، بتمزع الشبك، من شدة الرياح بنرخي الشبك وبنروح، بس الواحد ينفذ بحاله. يعني من فوق ما في قلة الأرياح، مرة 3 ميل، مرة 6 ميل، مرة 9 ميل، مرة 12 ميل، يعني بيكرهون الصياد، بيكره حياته وبطل الصياد. والحين فيش صياد في قطاع غزة إلا ملحوق، كلهم ملحوقين للكاس، للبنزين، للطرمبة، للحسبة، لمين ما كان ملحوقين. الفراولة هي اللي تحب المناخ الجو الطبيعي، يعني اللي هو بارد ولا هو حار كثير ولا يكون بارد كثير، يعني تيجي تلوج عليه. واذا اجى حار كثيره برضه بخف بالنسبه لحملها، بخف كثير برضه. اما يكون جاف بصير مشاكل برضه معانا في ايش؟ في شد الفراوله بتفقع. عشان هيك احنا بنغطي بلاستيك، كشف غطي كشف غطي. وبرضه الجو مش مساعدنا برضه في نفس الوقت، الجو هذا مش مساعدنا. زمان بقت الدنيا تمطر يعني اسبوع كامل متكامل، اسم المطر هذا سقوي، بقينا نبسط عليه، بعد مرار نكشف التوتي عشان الشتلة ايش تحيا من جد وجديد. العام اللي فات اجت مطرة ساعتين زمان، قرت اليابس والاخضر برق، وخسارة خسارة منها. عشان هذه الظروف ابوي فكر في التوت المعلق بالنسبة للتكلفة ولهذا الاشي اقل، والمية اقل، والعمال اقل. يعني لو كانت تمطر نقعد ننقي عادي طبيعي 100%، يعني بنمرق عمال بننقي بنبين ويا نعمة الله. اما هذا اذا مطرات بدنا ننضب، المعلق اريح بكثيره، والدلم زي هذا عن تلت الدم من برا.